ينضم إلينا هاتفيا من عمان مراسل الإخبارية عز الدين مغاريز. عز الدين أهلا بك، ما أبرز ما دار في اجتماع العاهل الأردني بالقيادات الأمنية؟ نعم صديقي، اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني، عقد اجتماع اليوم رفيع المستوى كما تحدثنا مع قادة الأجهزة الأمنية مثل قائد الجيش ومدير المخابرات ورؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية الأخرى ورؤساء ووزراء الخارجية والداخلية. كما تحدثنا قال أو صدر تصريح بعد هذا الاجتماع أن الربط سيكون قاسي جدا. هذه المرحلة مرحلة تعتبر مفصلية بالنسبة للحكومة الأردنية أو والقيادة الأردنية. أهم ما صدر عن هذا الاجتماع إغلاق الحدود الشمالية وعدم استقبال اللاجئين، وأيضا هناك قرار آخر صدر من عقب هذا الاجتماع وهو إقرار وعدم بناء مخيمات أخرى للاجئين. الجدير بالذكر أن الأردن منذ بداية استقبال اللاجئين في الأردن تحدث عن خلايا نائمة رسميا بشكل أو بآخر، وقال أنه هذا الباب يجب على الحكومة الأردنية أن تحذر له وعلى المجتمع الدولي أن تكون حذرة من هذا الجانب. هنالك حديث لتصفية لهذه الخلايا النائمة من خلال تصفية اللاجئين السوريين وإعادتهم بشكل جدي إلى الأراضي السورية بعد الاطلاع على ملفاتهم الأمنية. لكن عز الدين، يعني بعيدا عن هذا الحديث للخلايا النائمة، نحن نتحدث عن عمل إرهابي مرتكب الآن، لكن ما هي آخر التطورات على صعيد الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية للرد على مرتكبي هذا الحادث؟ نعم، منذ صباح الباكر وقت حدوث هذا العمل الإرهابي القوات المسلحة أخذت تدابير احترازية صدر عقبها من خلال هذه التدابير صدرت عقب قرارات من اجتماعات عالية المستوى بشكل أو بآخر اعتبار المناطق الشمالية مناطق مغلقة تماما وهي ضمنيا وقف استقبال اللاجئين. هذه المناطق سوف يعتبر أي شخص أو آلية أو آلية أو فرد سوف يعتبر أهدافا معادية وسيتم التعامل معها بشكل جدي وبعزم وبقوة. إلى هذه اللحظة هل من جهة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث؟ من الآن وزير الخارجية ناصر دودة صدر بيان منه أنه لا توجد أي جهة رسمية أعلنت عن هذا البيان وأن هذا الحادث لا يستند إلى أي جهة رسمية. نعم، من عمان مراسل الإخبارية عز الدين مغري، شكرا جزيلا.